عن زمن الفن الجميل، صوت فيه جمال. عزيزي المشاهد اطمن انت كمان، وانت كمان عزيزتي المشاهده، الجمال لا يحدث، انه موجود، موجود في صوت نجاة، موجود في نغمه جميله، موجود في كل حاجه حوالينا. وجمال نعمه، عشان كده لازم نحافظ عليه. طبعا من خلال برنامجنا صباح الخير يا مصر، احنا بنحاول دايما ان احنا نقدم لحضراتكم كل شيء جميل، وايضا بنحاول نقدم استشارات طبية من اجل الجمال، وبخاصة جمال الجلد. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي فقرة للدكتور منير ويليام، استشاري جراحة التجميل والامراض الجلدية، الفقرة من تقديم غادة عبد السلام واعداد طارق عجمي، وان شاء الله يكون كلها جمال وصباح الجمال. وكلنا مطمنين. أعزائي المشاهدين صباح الخير، وأهلا بكم معنا وفقرتنا الأسبوعية فقرة الجمال والجلد. يمكن الموضوع الذي لا نمل أبدا من احنا نتناوله هو موضوع تجاعيد الوجه. طبعا دي حاجة وموضوع بيبقى مؤرق جدا للجنسين سواء السيدات أو الرجال، وهنتابع مع بعض تفاصيل هذا الموضوع مع الدكتور منير ويليام، استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية. أهلا بك معنا دكتور وصباح الخير. صباح الخير. يمكن زي ما انا قلت في البدايه ان موضوع تجاعيد الوجه موضوع بيؤرق الجنسين الرجال والسيدات، ودايما احنا بنتكلم عليه في بعض الفقرات والحلقات، لكن دايما برضو ساده المشاهدين بيطلبوا ان احنا نعيد الكلام في هذا الموضوع، ولكن طبعا احنا كل مره بنتناول هذا الموضوع من وجهه نظر جديده، ودايما بنتكلم عن الجديد في هذا الموضوع. بالنسبه بقى لتجاعيد الوجه، الاسباب في وجود هذه التجاعيد، وخاصه اذا ظهرت في فتره مبكره او في سن مبكر شويه. هو اذا ظهرت بالذات في سن مبكر شويه بيكون لها عوامل وراثيه، وممكن تكون عوامل تتعلق بالبيئه اللي بتحيط بينا والتلوث المحيط بينا. ممكن ان الشخص ده يكون اصيب بمرض من الامراض اللي اقعده فتره طويله وابتدت علامات الزمن وتجاعيد انها تظهر. ممكن يكون ده ليه مصاحب بكل هذه العوامل اللي حوالينا من تلوث ومن تغيرات في البيئه وهكذا. يعني ده لو ظهر في فتره غير الفتره الطبيعيه، المفروض ان تجاعيد الوجه الطبيعيه تظهر امتى؟ في سن قد ايه مثلا؟ لا، هي التجاعيد لها علاقه مضطرده مع الزمن، لكن هذا لا يمنع ان الاقي بعض العائلات لغايه سن الستين ما فيش علامات تظهر فيها. وفي نفس الوقت بعض العائلات الاخرى عند اقل من الثلاثين عام ابص الاقي علامات الزمن تبتدي تظهر. فده يتعلق بطبيعه هذا الشخص. الانسان اللي بيسهر طول الليل وبيشتغل مش زي الانسان اللي بيدي لنفسه 8 ساعات راحه، الانسان المدخن مش زي الانسان الطبيعي، الانسان اللي بيشرب كحوليات، كل دي عوامل بتساعد وبتكسر من اظهار تجاعيد الوجه. الناس اللي بتقعد قدام اضاءه كتيره، الناس اللي بتقعد قدام شاشات الكمبيوتر بساعات طويله جدا، كل دي عوامل مع تطور العلم اللي موجود في هذا العصر الرهيب ادى الى ان علامات الزمن وعلامات التجاعيد تبتدي تظهر في وقت مبكر. التكنولوجيا المحيطه بينا بالظبط هي جت على صحه الانسان. طيب دكتور منير، بالنسبه لهذه التجاعيد هل ممكن نتجنبها بطرق معينه؟ في احنا سمعنا مثلا عن تدخل بالليزر مثلا، سمعنا عن شد الوجه، سمعنا عن حاجه اسمها مضادات الاكسده، دي نوع جديد جدا لسه بنسمع عنه. حضرتك بقى تتناول نقطه نقطه كده بالتوضيح. نبدا بالليزر. الحقيقه الليزر معروف ان ليزر ثاني اكسيد الكربون، ده نوع من انواع الليزر، والليزر ما هو الا جهاز يدينا نبضات ضوئيه قويه جدا تسير في خطوط متوازيه وتمشي بسرعه قويه جدا وبتدخل الجلد لغايه عمق محدد. فليزر ثاني اكسيد الكربون ده نوع معين من الليزر بيقدر يعمل عمليه تقشير للبشره وبيقدر يعمل عمليات لشد الوش. لكن الحقيقه ناخد بالنا من كذا نقطه. النقطه الاولى ان الليزر ثاني اكسيد الكربون محتاج ان انا استخدم عوازل للشمس لفتره لا تقل عن 6 اشهر، دي نقطه. النقطه الثانيه ان في بعض البشرات الحساسه جدا اللي ممكن يحصل فيها تشوه من الليزر ويبتدي يعمل لي تدرنات في الجلد وارتفاعات في سطح الجلد بيكون اصعب تماما من منظر الجلد قبل العلاج بالليزر. لكن هذا لا يمنع ان في بعض الحالات تستجيب للعلاج الليزر وبتدي لمسه جماليه وتقدر تزيل التجاعيد لفتره قد تصل الى 6 اشهر او سنه او سنه ونص او سنتين. فده بالنسبه لموضوع الليزر. فالليزر بالنسبه لنا سلاح ذو حدين، ولابد ان الدكتور يكون فاهم طبيعه البشره اللي قدامه وفاهم قد ايه هتستجيب، ويكون امين في توصيل المعلومه للمريض بتاعه
لان الحقيقه ممكن الليزر يقدر يؤثر على الوجه ويعمل تشوهات بتبقى صعبه جدا نفسيا على المريض الموجود قدامه. بيكون اسوا بقى من الاول. من الاول بالظبط. الحاجه الثانيه سيادتك اللي قلت عليها تقشير الوش. الحقيقه برضو دي من الحاجات اللي موجوده ان احنا بنبتدي نزيل الطبقه الدهنيه. المقابل ليها في جراحات التجميل اللي هي صنفره الوش او الديرما ابريجن او ازاله طبقه معينه من الجلد. بنقدر نعملها في مجال الامراض الجلديه عن طريق بعض الاملاح والاحماض. بناخد احماض الفاكهه التفاح والعنب والحاجات كلها هي بيبقى حمض فاكهه، او بناخد حمض القصب اللي هو حمض الجلايكوليك، او بناخد احماض مختلفه حمض اللبن اللي هو حمض اللاكتيك وهكذا، او بنستخدم حاجه بعض المواد الكيميائيه المعروفه سواء كانت الفينول او بعض المواد الاخرى، ودي كلها مواد معروفه ومستقره في على مستوى العالم كله. لكن هي المساله ان هذه الاحماض بتؤخذ على البشره بطرق متفاوته وبجرعات متزايده بحيث ان هي بتزيد طبقه البشره الخارجيه اللي موجوده على الجلد، ودي ممكن تستخدم في الوجه وممكن تستخدم في اليدين ممكن تستخدم في القدمين وهكذا. لكن برضو لازم نتعامل مع كل بشره حسب نوع الماده الكيميائيه اللي بتستخدم في التقشير ودرجه استجابه الجسم لها. ده طريق تاني من ضمن الطرق اللي برضو بتستخدم في ازاله تجاعيد الوجه. بالنسبه لمضادات الاكسده، مضادات الاكسده دي صيحه كبيره جدا دلوقتي، بيقولوا ان جسم الانسان بيعجز او الخلايا بتعجز. ايه سبب العجز؟ فلقوا ان في حاجات ممكن توقف العجز والايجنج بتاع الخليه من اللي هي بنسميها مضادات الاكسده، وهي عباره عن فيتامين الف او جيم او ه او بعض المواد المعدنيه زي المولبدنم. هذه المواد بتقدر بتتاخد بطريقه معينه عن طريق كبسولات، وطبعا دي بتقدر تحافظ على عمر الانسان وتقدر تزيد من عمره، ودي الحقيقه من الحاجات اللي احنا بنقول عليها عامله ثوره في العلاج. لكن اذا رجعنا لها للطبيعه بنقول ان فيتامين الف او فيتامين ج او فيتامين ه او بعض هذه المواد دي موجوده في الخضروات الطازجه اللي موجوده في اكلنا اللي هي فيها فيتامين الف بكميات كبيره تساعد على جمال ونضاره البشره، وموجوده في الفواكه الطازجه اللي فيها فيتامين ج اللي هو اساسا بيغذي وبيكون الاوعيه الدمويه اللي بتساعد على جمال ونضاره البشره. فهي مضادات الاكسده ما هي الا ان انا بجمع الحاجات دي في كبسولات وتتباع بهذه الطريقه. اعزائي المشاهدين في نهايه لقائنا بنشكر استاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه، وبنلتقي مع حضراتكم في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم وفقره الجمال والجلد. شكرا لكم والى اللقاء.